السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء في جامعة الجامعة الزكية. معاكم دكتورة آية محمد، أستاذ ريادة الأعمال بجامعة الجامعة الزكية. أهلا بيكم في الأورينتيشن ليكتشر أو المحاضرة التمهيدية للمقرر الخاص بالبرودكت أناليسيس أند ديفلوبمنت أو تحليل المنتجات وتطويرها. مقرر تحليل المنتجات وتطويرها Product Analysis and Development هو أحد المقررات الأساسية الخاصة ببرنامج ماجستير ريادة الأعمال or Master of Entrepreneurship. برنامج ماجستير ريادة الأعمال or Master of Entrepreneurship هو أحد البرامج المميزة التي تقدمها كلية ريادة الأعمال والابتكار بجامعة الجامعة الذكية. يتميز هذا البرنامج بأنه برنامج تم تصميمه خصيصاً لرفع قدرات ومهارات الطلاب المشتركين في البرنامج في مجالات الابتكار ومجالات ريادة الأعمال ومجالات القيادة ومهارات التفاوض والإقناع، وأيضاً تطبيق التفكير التصميمي or apply the design thinking، وذلك للحصول على فرص توظيفية عالية المستوى وأيضاً التنافسية العالمية. This program is designed with clear focus on development of practical skills and opportunities for the application of knowledge to real-life organizational situation, aiming to generate value and drive sustainable economic, social, technological, and organizational development. برنامج ماجستير ريادة الأعمال تم تصميمه خصيصاً ليكون مركز على تطوير المهارات العملية من خلال إيجاد الفرص وتطبيقها وتطبيق النوليدج أو المعرفة التي يتم الحصول عليها خلال هذا البرنامج، من خلال فحص حالات مميزة من داخل الشركات سواء كانت شركات ناشئة أو شركات متوسطة وصغيرة، وذلك لرفع كفاءة المهارات العملية الخاصة بالطلاب، وبيقدروا إن هم يوصلوا للاستدامة في المجالات الاقتصادية والمجالات الاجتماعية وكذلك المجالات التكنولوجية ومجالات التطور المؤسسي. يتميز برنامج ماجستير ريادة الأعمال بأنه يعتبر الاختيار الأمثل لأي حد فينا بيفكر إن هو Number one, strengthen the ability to live and work in highly multicultural and international environment. بيحسن من قدرتنا على إننا نعمل أو نعيش كمان في مجتمعات مختلفة ومتنوعة. تاني حاجة إن هو create your entrepreneurial mindset، بيساعد على بناء العقلية الريادية أو عقلية رائد الأعمال، لأن زي ما هنشوف معنا في المقررات المختلفة اللي موجودة في برنامج ماجستير ريادة الأعمال، إن هو بيساعد إن هو يغير طريقة تفكيرنا وتكون أكتر طريقة تفكير ريادية ومميزة. كمان بيقوي الكاباسيتي تو ميك انوفيشن انتو رياليتي، بيساعدنا إن احنا تزيد قدرتنا في تحويل كل المهارات الابتكارية أو الابتكارات اللي بتيجي لينا في صورة مثلاً فكرة أو في صورة تطبيق، وبنحولها بالفعل لمنتج قائم وموجود وبيكون حقيقي مش مجرد فكرة موجودة بس. تالت حاجة gain a strong foundation in entrepreneurship essentials، في خلال المقررات المختلفة اللي هندرسها في Master of Entrepreneurship بنقدر إن احنا نحصل على كل الأساسيات الخاصة بريادة الأعمال، فبيكون عندنا knowledge قوية في مجال ريادة الأعمال. والنقطة الأخيرة gain a strong understanding and application of design thinking، في خلال المقررات المختلفة هنتعرف على التفكير التصميمي وإزاي نقدر نطبق التفكير التصميمي للحصول على فكرة جديدة وأيضا تنفيذها لغاية ما بتدخل للماركت أو السوق المستهدف بتاعنا. من خلال برنامج ماجستير ريادة الأعمال بيعتبر الاختيار الأمثل للمؤسسة اللي عايزة تعلي من مهارات وقدرات موظفين العاملين داخل المؤسسة، لأن خلال هذا البرنامج بيكون في عندنا فرصة كبيرة جدا إن احنا to secure maximum value for your organization through learning negotiation techniques.
أثناء البرنامج في مقرر كامل خاص بمهارات التفاوض والإقناع، واللي بتكون مهمة جدا إن الموظفين اللي داخل أي مؤسسة أو منظومة إن هم يكون عندهم المهارات دي وقادرين على تطويرها، لأنها بتساعد جدا في إن هي تقوي العمل داخل المؤسسة. النقطة التانية: Advance your business leadership career through product analysis and development. أثناء دراستنا لبرنامج ماجستير ريادة الأعمال هندرس Product Analysis and Development أو تحليل المنتج وتطويره، وهو أحد المقررات المميزة لأن هو بيساعد إن احنا نعلي المهارات القيادية داخل رواد الأعمال. Learn about entrepreneurial finance and budgeting، برضو هنعرف عن المهارات المالية والإدارة المالية الجيدة للمشروعات الناشئة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثناء برنامج ماجستير ريادة الأعمال. Prepare for career advancement through your ability to create value and ensure the success and sustainability of your organization. من أحد المهارات الجيدة في برنامج ماجستير ريادة الأعمال اللي احنا بنحاول طوال المواد المختلفة اللي بيتم دراستها في هذا البرنامج المميز، ان احنا نحسن المهارات الخاصة برواد الاعمال او الطلاب اللي داخلين في هذا البرنامج، بيقدروا من خلالها انهم يحولوا اي افكار عندهم لافكار واقعية بتقدر ان هي تخلق قيمة حقيقية للمؤسسة، وكمان مش بتساعد على نجاح المؤسسة فقط، ولكن ايضا انها بتساعد على الاستدامة الخاصة بالمؤسسة. والرائع في البرنامج ماجستير ريادة الأعمال إن إحنا بس مش بندرس ماجستير ريادة الأعمال على مستوى محلي أو مستوى الدولة فقط، ولكن بندرس حاجة اسمها Global Entrepreneurship and its Impact، يعني بنعرف أكتر عن ريادة الأعمال الدولية أو العالمية وتأثيرها على مستوى العالم، تأثير الدول على بعضها البعض من خلال ريادة الأعمال وإنتاج مشروعات ناشئة جديدة في دولة ما اللي بتقدر بعد كده تتوسع وتدخل في دول أخرى. من خلال برنامج ماجستير ريادة الأعمال بيبقى في عندنا Learning Outcomes أو المخرجات المتوقع إن أنا بعد ما أخلص ماجستير ريادة الأعمال يكون عندي ايه النوليدج او المعلومات اللي بتكون موجودة عندي واقدر ان انا اشتغل بيها، سواء ان انا الاقي كارير جديد ليا او ان انا اطور الكارير بتاعي او المهنة بتاعتي داخل مؤسسة ما. مثلا اول حاجة ان احنا هن understand the entrepreneurship essentials and its application in the recognition, explanations and product service process opportunities. في خلال ماجستير ريادة الأعمال البرنامج بالكامل هنقدر نتعرف على كل الأساسيات الخاصة بريادة الأعمال، من أول وجود الفكرة لغاية ما بنعمل اختبار للفكرة في السوق، وبالوصول بالفكرة دي بأن هي بتكون سيرفيس حقيقية أو خدمة حقيقية أو برودكت حقيقي أو منتج حقيقي أو حتى بروسيس، يعني اي فرصة من خلال ان احنا نحولها انها تكون على ارض الواقع. تاني حاجة explore the innovation and the issues associated with developing and sustaining innovation within organization. في اثناء البرنامج بنتعلم على كل اساسيات الابتكار. من خلال تعلمنا عن اساسيات الابتكار بنقدر ان احنا نطور الابتكار وكمان نخليه مستدام داخل المؤسسة اللي احنا شغالين فيها. تالت حاجة design creative strategies for pursuing, exploration and further developing of new opportunities. هو واحنا موجودين داخل مؤسسة او في ان احنا نبني المؤسسة الجديدة بتاعتنا في خلال شركة ناشئة، احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا القدرة ان احنا نبتكر افكار جديدة او استراتيجيات جديدة لانشاء اي فرصة ريادية ان احنا نلاقيها، وكمان مش بس ان احنا نلاقي الفرصة الريادية، لا ده احنا كمان ننفذ الفرصة الريادية باقل ريسورسز او مصادر عندنا. من المهارات اللي احنا هنتعلمها ازاي نطلع احسن opportunity باقل امكانيات موجودة، وان احنا نكون عندنا الاستخدام الامثل للريسورسز او الامكانيات الموجودة. apply the latest trends in innovative thinking. Learn to test new idea.
excel your creative problem solving skills and drive business growth in any organization or industry. الحقيقة أثناء برنامج ماجستير ريادة الأعمال بتستطيع من خلاله إن إحنا نبني عقلية رائد الأعمال، وأثناء بناء عقلية رائد الأعمال بيقدر إن هو طول الوقت مش بس إن هو يطلع نيو أيديا، لأ ده كمان بيختبرها داخل السوق وبيقدر يعرف يدور على حلول للمشكلات بأقل إمكانيات ممكنة، وده بيضمن النمو الدائم لأي بيزنس قائم داخل أي مؤسسة، لأن عقلية رائد الأعمال بتكون دائما عقلية مختلفة. رائد الأعمال دايما عنده فكر مختلف، عنده تنفيذ بطريقة مختلفة، عنده استهلاك أمثل للموارد اللي عنده والمهارات اللي موجودة في فريق العمل، فهو يقدر إن هو يطلع من حاجة ممكن يكون حد مش رائد أعمال شايف إن هي مش فرصة، لكن يقدر رائد الأعمال إن هو يحولها لفرصة. النقطة الأخيرة في الـ Learning Outcomes أو مخرجات التعلم اللي احنا هنطلع بيها إن شاء الله من برنامج ماجستير ريادة الأعمال، رائد الأعمال أثناء هذا البرنامج بيقدر إن هو gain critical skill sets, techniques and communication methods to become a crafty collaborative negotiator. يعني أثناء ماجستير ريادة الأعمال بعد إن شاء الله ما نخلص الكورسات المختلفة اللي تم اختيارها وتصميمها بعناية، بيقدر رائد الأعمال إن هو يكون مفاوض متميز، فبيقدر يحصل على أفضل النتائج بأقل الإمكانيات الموجودة، فبالتالي يقدر يحول الأيديا البسيطة أو الفكرة البسيطة لفرصة، والفرصة دي بيقدر يحقق منها دخل ونمو للمؤسسة، سواء كانت مؤسسة ناشئة أو شركة ناشئة، أو سواء كانت مؤسسة صغيرة أو متوسطة. برنامج ريادة ماجستير ريادة الأعمال هو برنامج متعدد المهارات اللي بيقدر يبنيها داخل الطالب اللي بيدرس ماجستير ريادة الأعمال من خلال مقررات مختلفة، منها ان احنا بنقدر نفهم مفاهيم الخاصة بالديزاين ثينكينج، والديزاين ثينكينج هو احد المهارات اللي بيتم تعلمها، ومن خلال الديزاين ثينكينج او التفكير التصميمي انا بقدر امشي خطوات محددة، من خلال الخطوات المحددة ببدأ اوصل في النهاية لأيديا او فكرة بتكون مميزة. تاني حاجة ان هو secure and manage financial resources in new and established organizations، من خلال تعلمنا عن الادارة المالية للشركات سواء كانت شركات جديدة او شركات قائمة بالفعل، بنقدر ان احنا نحكم على مدى التطور الحاصل في المؤسسة بتاعتنا او البيزنس بتاعنا، وده من خلال السكيلز والمهارات اللي تعلمناها في الكورسات المختلفة. Become familiar with the process of conceiving new product, building minimum viable product, develop a complementary business model, and plan and test the market. أثناء المشروع البحثي إن شاء الله اللي هيكون معانا في برنامج ماجستير ريادة الأعمال، بيكون عندنا بقى خلاص بنطبق عملي المهارات اللي احنا بنكتسبها في المقررات المختلفة، وذلك ليه؟ علشان نبدأ نبني نموذج أولي للفكرة بتاعتنا، مش بس نبني، ده احنا كمان بنحاول نطلع نموذج عمل متكامل وبنختبر به السوق، وبعد كده بنرجع نطور تاني في المنتج الاولي اللي احنا عملناه للوصول الى فكرة متكاملة الاركان. Analyze the effectiveness of brand experiences considering theoretical advances, managerial practices and ethical considerations. من خلال برنامج بنقدر ان احنا نحلل المواقف المختلفة والقدرات الخاصة بشركات قائمة بالفعل، بنقدر ندرس العلامة التجارية الخاصة بالشركة، بنقدر ندرس الاستراتيجي او الاستراتيجية القائمة عليها الشركة، بنقدر ندرس مهارات القيادة الخاصة بالشركة، وكمان الإيثيكال كونسيدريشنز او الاحتياطات الأخلاقية اللي بتمارسها الشركات المختلفة. Evaluate innovative practices with a global context.
بنقدر من خلال البرنامج ان احنا يبقى عندنا فرصة تقييمية للمهارات المختلفة او الممارسات الابتكارية المختلفة من مختلف دول العالم. ممكن نجيب شركات من مختلف دول العالم، نبدأ ندرس ايه الأساسات الابتكارية اللي هم عملوها مثلا في بعض المنتجات اللي عندهم أو في بعض الخدمات. مثلا لو خدنا على سبيل المثال شركات مثل مايكروسوفت، شركات مختلفة مثل شركة جوجل، وشركات مثلا زي شركة ياهو، وإن شركة ياهو دلوقتي ما عادتش بالقوة كما كانت موجودة مثلا من سنوات فاتت. Evaluate the financial and economical strategies, planning models within the organization. بعد ما بندرس الأساسيات المالية والمهارات إن إحنا بنقدر نعرف منها مدى تطور الشركة بتاعتنا، وخاصة في المجال المالي وفي مجال الدخل اللي بتحققه الشركة، بنقدر نحط استراتيجيات جديدة للتخطيط المالي الخاص بالشركة بتاعتنا. نفس الكلام سواء كانت إحنا بنتكلم على الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. المواد التي سيتم دراستها في برنامج ماجستير ريادة الأعمال للسمستر الأول أو الفصل الدراسي الأول هتكون كالآتي: هندرس مع بعض Entrepreneurship and Innovation بما يعادل 3 كريدت أور، وهو الكورس الخاص أو المقرر الخاص بريادة الأعمال والابتكار. وأيضا هندرس الـ Entrepreneurship Leadership and Organizational Behavior، وده الخاص بالإدارة الريادية والتميز المؤسسي، وده برضو بما يعادل 3 ساعات كريدت أور أو 3 ساعات معتمدة. والكورس الثالث إن شاء الله هيكون عن الـ Product Analysis أو تحليل المنتجات وتطويرها، وده برضو بما يعادل 3 كريدت أور أو 3 ساعات معتمدة. هكلمكم بالتفصيل او هناخد اورينتيشن كامل عن برنامج او سوري المقرر الخاص بالبرودكت اناليسيس اند ديفلوبمنت او تحليل المنتجات وتطويرها. برنامج ان شاء الله البرودكت اناليسيس اند ديفلوبمنت هستعرض مع حضراتكم دلوقتي تقسيمه المقرر الخاص بالبرودكت اناليسيس اند ديفلوبمنت. أولاً، this course provides theoretical and practical concepts of product ideation, design, management, and development. تاني، product ideation اللي هو ابتكار الفكرة، design تصميم، تالتة management إدارة، وآخر حاجة development أو تطوير. This course is designed for aspiring and active product leaders seeking to pursue careers in product analysis and management. Through this course, you will learn the fundamental of designing and managing product. الكورس ده تم تصميمه خصيصا ان احنا نتعرف على كل المهارات الخاصة بتحليل المنتجات وتطويرها. البرنامج او المقرر تم تصميمه ليكون عندنا كل الاساسيات الخاصة بتصميم وادارة المنتج. أثناء الكورس الخاص أو المقرر الخاص في Product Analysis and Development تحليل المنتجات وتطويرها، يتكون من 5 موديول، أو كل موديول يعادل 2 ليكتشر أو محاضرة، يعني 2 محاضرتين. الموديول الأول هنتكلم فيه عن Product Analysis Types, Methods and Examples. الموديول الثاني New Product Development Process Part 1. الموديول الثالث هنكمل فيه New Product Development Process، وده بيكون Part 2. والموديول الرابع هنتكلم فيه عن Product Roadmap and How to Make It. والموديول الخامس عن Business Model، وده هنقسمه هيكون Part 1. و Part 2 في الموديول الخامس هيكون عن Product and Brand Strategy. أثناء السلايدز الجاية إن شاء الله هندرس بالتفصيل كل موديول هيكون بيتكلم عن ايه. زي ما قلت لكم طلاب الاعزاء، كل موديول منقسم الى محاضرتين. فلو بصينا مع بعض دلوقتي على الموديول الاولاني،
التايتل او العنوان بتاعه بيتكلم عن البرودكت اناليسيس تايبس ميثودز اند اكزامبلز. ده باختصار تحديد كيفية تحليل المنتجات وما هي انواع التحليل وما هي الطرق الخاصة بتحليل المنتجات. وايضا هنثناء هذا الجزء من الموديول هندرس بعض النماذج الخاصة بتحليل المنتجات، وده بيمثل عندنا ليكتشر الأولى إن شاء الله. فنبص كده مع بعض إيه التوبكس اللي هيتم تغطيتها إن شاء الله أثناء المحاضرة الأولى. هتكون عن What is Product Analysis؟ What is Product Analysis in Design and Technology؟ Why is Product Analysis Necessary؟ Examining the difference between Product Screening and Product Analysis؟ What is the difference between customer analysis and product analysis? Difference between ladder analysis and product analysis. أثناء المحاضرة الأولى هنعرف مع بعض تعريف تحليل المنتجات. إيه هو تحليل المنتج سواء كان في التصميم أو تحليله الخاص بالتكنولوجيا القائمة على إنتاج هذا المنتج. ليه تحليل المنتجات مهم؟ سواء كانت للشركات الناشئة الجديدة أو الشركات القائمة بالفعل. وهنفحص الفرق بين تحليل المنتج وعمل فحص للمنتجات. أيضا خلال المحاضرة الأولى هنتعرف على الفرق بين الكاستمر أناليسيس أو تحليل المستهلكين لهذا المنتج وتحليل المنتج نفسه. وأيضا خلال المحاضرة الأولى هنتعرف على الـ difference between ladle analysis and product analysis. ladle analysis هو تحليل للمعادن الموجودة في المنتج والفرق بينه وبين عملية الـ product analysis كلها. استكمالا للموديول الأولاني اللي بيكمل معانا إن شاء الله في lecture 2، برضو العنوان بتاع الموديول الأولاني product analysis types methods and examples. هنكمل الـ Product Analysis Methods، Competitive Product Analysis، How to Write Product Analysis Report، و Product Analysis Example، وفي الآخر هناخد Conclusion عن عملية الـ Product Analysis كلها. يبقى أثناء المحاضرة الثانية هنتكلم عن الطرق المختلفة اللي بيتم بيها تحليل للمنتجات، وإيه هو التحليل المنتجات التنافسي لأنه من أهم طرق تحليل المنتجات، وإزاي نكتب تقرير عن تحليل المنتج. وهناخد بعض الأمثلة الخاصة بتحليل لمنتجات واقعية موجودة في السوق، وفي الآخر هناخد conclusion أو تلخيص لكافة النقاط اللي تم تغطيتها أثناء تحليل المنتجات. في الموديول الثاني هناخد New Product Development Process، وهي عملية بناء منتج جديد وتطويره. بناء منتج جديد وتطويره هي العملية المتكاملة لعمل منتج جديد، وكذلك العمل على تطويره في الخطوات المستقبلية. العملية دي تكون طويلة، فعشان كده هتنقسمها إلى جزئين. الجزء الأولاني ده الموديول الثاني، وده بيتم تغطيته في المحاضرة رقم 3 والمحاضرة رقم 4. أثناء الجزء الخاص بالموديول الثاني هنتكلم فيه عن New Product Development Strategy. هل هي Customer Centered New Product Development ولا Team Based New Product Development ولا Systematic New Product Development؟ التوبيك الثاني هيكون عن Managing New Product Development. التوبيك الثالث Product Life Cycle Strategies. Product الرابع هنبتدي بالفعل في الـ Process of New Product Development، وهناخد فيها أول خطوتين اللي هي الـ Ideation والـ Ideation Screening. يبقى أثناء المحاضرة الثالثة والرابعة هناخد الاستراتيجيات المختلفة لبناء المنتجات الجديدة وتطويرها. هل هي بتكون Customer Centered، يعني متعلقة بالمستهلكين الخاصين بهذا المنتج، ولا هي ليها علاقة بالتيم بتاعي أنا في الشركة وقدراته والبرودكتس أو المنتجات اللي يقدر يطلعها، ولا هي طريقة سيستماتيك؟ هندرس بقى إن شاء الله أثناء المحاضرة الثالثة والرابعة الطرق والاستراتيجيات المختلفة لبناء المنتجات الجديدة. النقطة الثانية أو التوبيك الثاني هنتكلم فيه عن إدارة عملية تطوير المنتجات الجديدة. النقطة الثالثة هتكون عن
رحلة حياة البرودكت والاستراتيجيات المختلفة اللي بتبنى عليها رحلة حياة المنتج داخل الشركة. طيب علشان ندخل بقى في البروسيس او الخطوات اللي بيتم علشان نطلع ببرودكت جديد او يكون عندي نيو برودكت، هي عدة خطوات. اول خطوتين فيهم هي الايديشن، وده معناه ابتكار الافكار الجديدة او توليد الافكار الجديدة. ايه هي الاستراتيجيات او اللي احنا بنتبعها علشان يبقى عندنا افكار جديدة، سواء كانت لتطوير منتج موجود بالفعل او لبناء منتج جديد تماما ما كانش موجود عندنا في الشركه. وتاني حاجه الايديشن سكريننج، او عمليه فحص الافكار المختلفه، وازاي نختار الموست فاليبل ايديا او احسن فكره نقدر نطبقها وتكون فيزبل او تكون ليها جدوى اقتصاديه من تطبيقها. ده ان شاء الله هنغطيه اثناء المحاضره الثالثه والرابعه. في الموديول الثالث هنكمل الخطوات الخاصة بعملية بناء منتج جديد وتطويره، فبيكون عندنا الموديول الثالث اللي بيغطي المحاضرات رقم 5 و6 Lecture 5 and 6، هنتكلم فيه عن استكمالا لعملية بناء منتج جديد وتطويره New Product and Development Process، بس هيكون عندنا Part 2. أثناء البروجرام ده هنغطي التوبك الآتية، هنكمل عملية تطوير وبناء منتج جديد من خلال ان احنا نكمل الخطوات. اول خطوتين خدناهم كانوا الايديشن والايديشن سكريننج، وافكركم هي عملية توليد او ابتكار الافكار، وايضا عملية فحص الافكار الجديدة. هنكمل عليها بقى في الليكتشر 5 and 6 ان احنا هناخد concept development and testing، ازاي بيكون عندنا مفهوم جديد وازاي بنطور هذا المفهوم وازاي بنعمل له اختبار ايضا في السوق. ماركتنج استراتيجي ديفلوبمنت، ازاي بنعمل استراتيجيه تسويقيه الخاصه بالمنتجات الجديده. رقم 3 بزنس اناليسيس او التحليل العمل، وازاي بنعمل تحليل للعمل دوت وهل هيكون فيزبل يعني اقتصادي لجدوى اقتصاديه ولا مش هيكون فيزبل محتاجين نطور حاجه تانية. ورقم 4 product development او تطوير المنتج، ورقم 5 تيست للماركتنج او دراسه السوق وعمل اختبار للمنتج بتاعنا في السوق. والخطوه الاخيره في البرودكت ديفلوبمنت بروسيس هي الكوميرشاليزيشن او التسويق الخاص بالمنتج. في اخر ان شاء الله الموديول الثالث هندرس additional product and service considerations، يعني بعض الاحتياطات الهامة اللي بنازم ناخد حذرنا منها او يفضل تطبيقها لتكون عملية بناء منتج جديد وتطويره عملية ناجحة. في الموديول الرابع هناخد product road maps and how to make them، يعني خارطة الطريق الخاصة بالمنتج او الخدمة بتاعتنا، وازاي نعمل او نقدر نتنبأ بخارطة الطريق للمنتج بتاعنا. في اثناء الليكتشر رقم 7 هنغطي What is a product roadmap؟ Why use a product roadmap؟ What to include in the product roadmap؟ What are the parts of the product roadmap؟ And how to build a perfect product roadmap؟ What are the different types of product roadmaps? What are the best practices of great roadmap? أثناء المحاضرة السابعة هنعرف مع بعض يعني إيه خارطة الطريق للمنتج، وهل المنتج ده ليه قصة حياة بيعيشها بيكبر في أوقات وبعد كده بترجع تقل تاني. إزاي نقدر نستخدم خارطة الطريق اللي احنا عملناها؟ ايه الحاجات اللي اقدر احطها او احطها في الاعتبار وانا بعمل البرودكت رود ماب او خريطة الطريق الخاصة بالمنتج، وايه الاجزاء اللي تبقى included او محطوطة في خريطة الطريق الخاصة بالمنتج بتاعي، وازاي كمان ابنيها. وهناخد الانواع المختلفة لخريطة الطريق الخاصة بالمنتجات، وايه احسن الممارسات اللي تخلي عندي خارطة الطريق لمنتج ناجح. ده اللي ان شاء الله هنغطيه بالكامل اثناء المحاضرة رقم 7. في المحاضرة الثامنة
هنكمل الموديول الرابع اللي بيتكلم عن كيفية بناء خارطة طريق للمنتجات. هناخد ابروتش كده او نظرية اسمها ناو نيكست ليتر، يعني احنا فين النهاردة وفي المستقبل القريب احنا ناويين نطور المنتج بتاعنا ازاي، وليتر بقى ده بيكون عبارة عن التنبؤات الخاصة بالمنتج بتاعنا في المستقبل الابعد شوية. برودكت رود ماب فيرسز التكنولوجي رود ماب، وده مهم جدا. يعني احيانا احنا بنحط برودكت رود ماب او بنحط خريطة طريق لمنتج، لكن الحقيقة بيحصل تطور هائل في التكنولوجيا على الجانب الاخر، فبرضو لازم يكون عندنا تصور الى حد ما بالتطور التكنولوجي اللي حاصل في المجال الخاص بالشركة بتاعتنا. طيب والتطور التكنولوجي ده بينعكس دايركتلي او بينعكس مباشرة على خريطة الطريق الخاصة بالمنتج، لان في منتجات ممكن نتيجة لوجود تكنولوجيات معينة المنتجات دي تختفي من السوق تماما. هناخد مع بعض حاجة اسمها الاجايل رود ماب، وهي خريطة الطريق المرنة. وخريطة الطريق المرنة هي من احدث طرق لخريطة الطريق، لان هي بتكون رود ماب مرنة جدا، بتتقبل التغيرات اللي بتحصل في السوق، بتتقبل ايضا التغيرات اللي بتحصل في التكنولوجيا زي ما احنا لسه قايلين. فببدأ على طول، يعني زي ما بتنبأ بالتغير قبل حدوثه، أبدأ على طول يا إما أطور من المنتج بتاعي، أو أنا أكتشف على طول في الشركة بتاعتي إن أنا لأ، ده أنا محتاج نيو برودكت، محتاج استراتيجية جديدة، محتاج طريقة جديدة لتنفيذ هذا البرودكت في حالة إن التغيرات اللي حوالين المنتج بتاعي كانت كبيرة. الأجايل رود ماب فيرسز الريليز رود ماب، أو سوري الريليز بلان. لما بعمل خريطة الطريق بتكون مرنة، طيب امتى الوقت او الخريطة اللازمة لنزول المنتج بتاعي في السوق؟ فهندرس ازاي يعني نعمل ماتشنج او نقدر نوصل ان انا زي ما بشتغل اجايل ماشي، بس باجي في وقت اقول خلاص البرودكت بتاعي ده مكتمل، والبرودكت ده اقدر انزله دلوقتي في السوق واقدر اعمل بيه ماركت انتري او ان انا ادخل بيه في السوق. اكيد مش هينفع ان احنا نكون بنتكلم على ان احنا هنعمل نيو برودكت ديفلوبمنت، ان احنا هنعمل منتج جديد وما نتكلمش عن البيزنس موديل. وده بالظبط اللي هيتغطى في الجزء الاول من الموديول الخامس، والموديول الخامس هو يمثل ليكتشر رقم 9 والليكتشر رقم 10 ان شاء الله. في الليكتشر رقم 9 هنتكلم على البيزنس موديل، والبيزنس موديل هو شيء اساسي، فهناخد تعريف البيزنس موديل، ايه هي الانواع بتاعه البيزنس موديل، ايه الفرق بين البيزنس موديل والبيزنس بلان. البيزنس موديل هو نموذج العمل، اما البيزنس بلان فهي خطه العمل. فبناخد ايه الفرق بين ان انا احط بيزنس موديل، وايه الفرق بين ان انا احول بقى او اترجم النموذج العمل ده لخطه عمل متكامله. هناخد ال 16 بيزنس موديل اركتايبس، دول 16 نوع مختلف من نموذج العمل. في منهم ريفينيو مودلز اللي هي بتحقق بعض النماذج اللي بتحقق الدخل، وفي نماذج انتربرايز موديل هي بناء الشركات، واندستري موديل اللي بتكون بناء الصناعات. The parts of business model، ايه الاجزاء اللي بتكون نموذج العمل. Business model dilemma to of technology shift، وده اللي زي اللي احنا قلناه من شويه، ان بيحصل تغيرات شديده في التكنولوجي، ونتيجه للتغيرات الشديده اللي بتحصل بالتكنولوجي الحقيقه بيتغير السوق تماما. فازاي اقدر اعمل بيفيتنج او اعمل تغيير في نموذج العمل الخاص عشان اضمن استمرار شركتي او اضمن استمرار المنتج اللي انا بنتجه. Consideration in designing a business model، ايه الاعتبارات اللي انا بحطها وانا لسه من البداية ببدأ احط البيزنس موديل او نموذج العمل مع فريق العمل الخاص بيا في الشركة. ده كل التوبكس او الايتمز او الاساسيات اللي هنحاول ان شاء الله نغطيها في الليكتشر رقم 9. اما الليكتشر رقم 10 هنستكمل بيها ان شاء الله الموديول الخامس، والموديول الخامس في الليكتشر رقم 10 هنتكلم عن برودكت اند براند استراتيجي، استراتيجيات بناء العلامه التجاريه الخاصه بالمنتج. هناخد فيها product planning and strategy،
ازاي بنخطط لنزول المنتج والاستراتيجية اللي احنا بنتبعها، الكومباتيتيف استراتيجي وهي من انجح الاستراتيجيات لإدارة والتخطيط للمنتجات الجديدة، اللي هي الاستراتيجية المبنية على التنافسية. هناخد بقى يعني هندخل اعمق في الكومباتيتيف استراتيجي من خلال دراسة الكومباتيتيف انفايرمنت، ايه البيئة التنافسية اللي حوالين المنتج بتاعي، differentiation and product position، ازاي اقدر بدراسات بسيطة ودراسات متكاملة اقدر احط المنتج بتاعي واعمل له position في السوق او اعمل له مكان في الماركت، competing with other products، ازاي اقدر انافس مع المنتجات الاخرى، وكيفية بناء العلامة التجارية وكيفية عمل extensions للعلامة التجارية، يعني تطور وجراس في العلامات التجارية المختلفة. كمان هدرس الماركت انتري، واثناء دراستي للماركت انتري هي الاستراتيجيات المختلفه لدخول البرودكت بتاعي في السوق، ازاي اعمل لانشينج اند كونتينينج امبروفمنت، يعني ازاي اعمل اطلاق للمنتج الجديد داخل السوق واعمل له تطوير دائم علشان اوصل لمستوى مميز ومستوى تنافسي للمنتج بتاعي. اثناء مقرر تحليل المنتج وتطويره product analysis and development بيكون عندنا teaching strategy and methodology، يعني الطريقة اللي هيتم ليها توصيل المقرر لطلابنا الأعزاء في جامعة الجميع الذكية إن شاء الله. الأول حابة أقول مع حضراتكم كمان إن الكود الخاص بمقرر product analysis and development أو تحليل المنتج وتطويره هو ENT 614. استراتيجية التدريس الخاصة بهذا المقرر من خلال Flipped Learning، والحقيقة هي طريقة مميزة جدا لجامعة الجميع الذكية في ان احنا بنقدم المقرر في صورة Online Recorded Lectures. Online Recorded Lectures بنتبع فيها استراتيجية Flipped Learning. Flipped Learning بتدي Flexibility او مرونة عالية للطلاب ان هم يشوفوا المحاضرات المسجلة على موديول ان شاء الله الخاص بالجامعة في الوقت المناسب، فبيكون في مرونة في استقبال المحاضرات المسجلة اللي بتنزل ان شاء الله كل يوم سبت من بداية الاسبوع. بيكون عندنا محاضرة مسجلة من بداية من بعد المحاضرة التمهيدية إن شاء الله، هيكون عندنا 10 محاضرات كما شرحت سابقا في السلايدز اللي فاتت. ومعنى كلمة flip إن flip بيبقى في عندي 4 letters FLIP، في ال F معناها flexible environment، يعني بيكون عندنا وقت إن إحنا حسب الوقت المناسب للطالب إن هو يسمع recorded lecture. كمان learning culture shift، يعني بيكون الطالب متحكم في الوقت اللي بيكون بيتفرج فيه على السلايدز أو بيتفرج فيه على المحاضرة المسجلة. Intentional content بيبقى فيه محتوى قيم موجود لحضراتكم في صورة الأونلاين recorded lectures اللي أنا قلت عليها دي، موجودة على الموديول، وأيضا بيتوفر معاها PowerPoint presentation وبيتوفر معاها PDF خاص بالمقرر، بالإضافة كمان لتوفر الكتاب المقترح لدراسة المقرر. فكل دي بتبقى resources بتتيح لنا إن احنا ناخد معلومات قيمة جدا أثناء تدريس المقرر. اخر حاجه ال بي تمثل بروفيشنال ايديوكيتور، وهو الانستراكتور او المحاضر ان شاء الله اللي بيكون معانا اثناء ليكتشر، واشرف ان انا ان شاء الله في برنامج في الكورس الخاص بالبرودكت اناليسيس اند ديفلوبمنت او تحليل وتطوير المنتجات هكون مع حضراتكم اثناء المحاضرات الخاصه بالمقرر. بالإضافة لوجود الأونلاين ريكوردد سيشنز بيكون كمان في أونلاين ديسكشنز. أثناء الأونلاين ديسكشنز ده بيخلي وقت طويل من الكلاس، بيبقى بدل ما يكون في المناقشة بيكون في الأكتيف ليرنينج، وأثناء الأكتيف ليرنينج مع المحاضر بيكون عندنا تطبيق إن إحنا فرصة كبيرة جدا إن إحنا ناخد فيدباك الأول
عن المحاضرة السابقة، كيفية لو في نقاط مش واضحة بنعيد شرحها. كمان بيبقى في عندنا open discussion، يعني فرصة للنقاشات اللي بتحقق عندنا التعليم التفاعلي. كمان بيبقى عندنا cooperative learning. الكوبريتيف ليرنينج وهو التعليم التعاوني، لان احنا ممكن نتقسم لجروبس، والجروبس دي اثناء الزوم ميتنج ان شاء الله في الحلقات النقاشيه نقدر ان احنا ممكن ناخد كيس ستادي وندرسها، او دراسه حاله، او ان احنا مثلا نشتغل على بروجكت بتاعنا بفيما يخص المحاضره او فيما يخص الخاص بالكورس بتاع البرودكت اناليسيس اند ديفلوبمنت، او تحليل المنتج وتطويره. بعد ما استعرضت مع حضراتكم الطريقة اللي احنا بنتم بيها التدريس الخاص بالمقرر، كمان مهم جدا ان احنا نعرف الطريقة اللي بيتم على اساسها التقييم الخاص بمقرر Product Analysis and Development. اثناء المقرر ان شاء الله هيشوف عندنا مع بعض الـ Assessment Methodology او طريقة التقييم. الـ Assessment Structure عندنا في Short Exams. شورت اكزامز بعد كل ليكتشر بينزل لينا الاكزام او الامتحان الخاص بالليكتشر، وده بيكون 8 اسئله بينزلوا ورا كل محاضره. احنا عندنا 10 محاضرات كما ذكرت سابقا، فيبقى عندي تقريبا 10 اكزام، وكل اكزام بيكون عليه 10 اكزام، كل اكزام بيبقى عليه 8 ماركس او 8 درجات، فالتوتال بيبقى 8. في نهايه الفصل الدراسي ان شاء الله بيكون عندنا end of semester exam، زي ما هو واضح معانا كده اهو end of semester exam، ده بيكون 1 اكزام وبيبقى عليه حوالي 20 مارك. يبقى تاني بعد كل محاضره ان شاء الله بينزل لنا short exam، والشورت اكزام ده تقريبا بيفضل مفتوح حوالي اسبوع. كل اكزام بيبقى 8 اسئله، عندنا 10 شورت اكزام بما يعادل تقريبا 80 درجه. وفي نهايه الفصل الدراسي ان شاء الله بيكون عندنا end of semester exam، وده بيكون 1 اكزام يمثل 20 درجه. كده انا خلصت معاكم الاورينتيشن او التعريف الخاص بالمقرر. لو نقدر ان احنا نجمع كل اللي احنا قلناه في نهاية ان شاء الله المحاضرة التعريفية. بداية انا ابتديت معاكم تعريف برنامج ماجستير ريادة الاعمال، وهو احد البرامج المميزة جدا لكلية ريادة الاعمال والابتكار. بعدها تعرفنا سويا على المقررات اللي بيتم دراستها في السمستر الأول أو الفصل الدراسي الأول الخاص بماجستير ريادة الأعمال. ثم بعدها تعرفنا على مقرر Product Analysis and Development اللي هو تحليل المنتج وتطويره. أثناء المنتج أثناء عذرا أثناء هذا المقرر هندرس 5 موديولز أو 5 موضوعات رئيسية. كل موضوع رئيسي هيتم تناوله في محاضرتين بما يعادل 10 محاضرات بعد الانتهاء إن شاء الله من المحاضرة التمهيدية اللي احنا مع بعض فيها النهاردة. وورا كل محاضرة بيكون عندي شورت إكزام أو إكزام عن المفاهيم الخاصة اللي تم عرضها أثناء المحاضرة، ده بالإضافة لوجود حلقة نقاشية هنتجمع فيها إن شاء الله مع بعض يتم النقاش الكامل الخاص بالمحاضرة التي تم عرضها. كل المعلومات إن شاء الله الخاصة بالمقرر هتلاقوها على الموديول الخاص بحضراتكم. شرفت جدا إن أنا أكون معاكم النهاردة. أنا دكتورة آية محمد، أستاذ ريادة الأعمال بجامعة الجامعة الذكية، وإن شاء الله نتقابل في المحاضرات القادمة بإذن الله. خالص الشكر.